بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور محمد منديل عضو في الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب. هذا الشكل الذي النضالي الذي ننظمه في هذه اللحظة يدخل في يعني الأشياء النضالية التي ننظمها طيلة يعني سنوات أمام وزارة التعليم العالي وأمام مؤسسات البرلمان للمطالبة بحقنا المشروع المستجد في هذه السنة وفي قانون المالية للسنة الآنية، هي إلغاء المناصب التحويلية التي يعني كانت يعني منذ 2015. لكن مستجد آخر الذي يعني في هذه السنة هو أن السيد وزير التعليم العالي يعني يقول بأنه يريد استقدام يعني كفاءات من المغربية من الخارج. عندنا ثلاث ملاحظات حول هذا الكلام. أولا، هذه الكفاءات المغربية كانت هنا، ويعني لو توفرت لها ظروف البحث العلمي والظروف المادية المناسبة لما غادرت البلاد لأول مرة، ونفس الخطأ الذي يعني حدث مع هذه الكفاءات يتكرر الآن من خلال أن هناك كفاءات تحتج في الشوارع العامة للعاصمة الإدارية وأمام مؤسسات الدولة ولا يتم الالتفات إليها. يعني فنسأل هنا، هل قدر الكفاءة المغربية ألا يعني يلتفت إليها حتى يبزغ يعني نجمها في دول خارج البلاد؟ الملاحظة الثالثة التي نبديها على كلام السيد وزير التعليم العالي هي أنه هذا الكلام باستخدام يعني كفاءة مغربية من الخارج يعبر على أن السيد الوزير فقد الثقة في مؤسسات الجامعية التي يشرف عليها، وبالتالي عجز عن صناعة منتوج هنا، وبالتالي يعني يبحث عن استقدامه من الخارج. في المسائل المادية يعني قد نستقدم سيارة منتوجات في الأسواق، لكن الكفاءة المغربية يجب أن تصنع هنا ويجب أن تستثمر هنا، لا أن يعني الدولة يعني تدفع من ميزانيتها الكثير لتكوين كفاءات تهاجر لخدمة بلاد أخرى وليس لخدمة بلدها. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام باركي حاصل على شهادة الدكتوراة في علوم الأديان والحياة والحضارات، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين. يعني كما تشاهدون اليوم تم يعني السحل وقمع نظامنا إطارنا العتيد الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بعد وقفة في الصباح كنا قد جسدناها أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. اليوم وزهاء ثلاث سنوات ونحن نناضل من داخل هذا الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، ولكن لحد الساعة يعني هناك تدخل قمعي همجي يعني يندى له جبين الحياة. يعني هذا خرق واضح للدستور المغربي وللسلامة الجسدية والمعنوية للمواطن المغربي الحاصل على شهادة الدكتوراة، ونحن نطالب بدورنا الإدماج الشامل والفوري المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية أو بالأحرى الانتداب في الجامعة المغربية ومراكز البحث العلمي. هذا هو مضى حق وراءه مطالب، وتحية للمنبر الإعلامي الحياة اليومية.